الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، عندنا كتابان، فنأخذ الكتاب الثاني 5 دقائق فقط، وبعدين نتكلم عن حسن العشرة ونختمها إن أرادوا، بأن الأصل في نكاح التعدد، وإلا المسألة ملغية. لكننا سنتكلم على كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لعل المرء يتأسى به ويأتسي، لا سيما أن البيوتات اللي في يوم الناس هذا تئن جدا مما يرونه من التعديات، وأيضا عدم معرفة حقوق الزوجية، وعدم اللباقة ولا اللياقة في التعامل مع الزوجة، وأيضا عدم التطبيق الحق في قول الله للفعلاء وعاشرهن بالمعروف. فهذا أمر لا بد أن نتكلم فيه حتى يتأسى كل امرئ منا، لأن الحمد لله معاشر طلبة العلم أهم ما عندهم هو أنهم يريدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، ونحن لا نشك في هذا، بحال من الأحوال نحن لا نشك في هذا. لذلك لابد أن نطلع على كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، على كل واحد منا يأتسي به. الكلام على الكتاب الثاني، احنا وصلنا إلى سورة الشمس، صحيح؟ فننهي بس بعض الأجزاء منها وندخل في سورة الشمس وضحاها. قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، يعني هذه النفس البشرية، يقول الله جل في علاه: والذي ألهمها فجورها وتقواها. الآية تثبت أن الله جل في علاه هو الذي هدى، هو الذي أضل، هو الذي أعطى، هو الذي منح التقوى، وأيضا هو الذي أضل عباده بالفجور والفسوق. هذه الآية ظاهرها ذلك، فألهمها فجورها وتقواها. وعندنا آية أخرى، هذا الإشكال الذي ظهر لبعض العلماء، بأن الله تعالى قال في آية أخرى: فاستحبوا العمى على الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. يعني هم الذين فعلوا ذلك، هم الذين استحبوا العمى على الهدى، هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والله جل في علاه يقول: فألهمها فجورها وتقواها. والآيات التي تثبت أيضا هذا المعنى قول الله تعالى: من يرد الله أن يهداه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وقال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وقال في الإضلال: وأضله الله على علم. وقال أيضا: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه آيات تثبت أن الذي يملك الهدى والضلال هو الله جل وعلا، وأن الذي أهدى أضل وهدى هو الله جل في علاه. والآيات الأخرى تبين أن العبد هو الذي قدم العمى على الهدى، وأنه الذي اشترى الهدى الضلالة بالهدى. فنقول يعني العلماء أن الفرق الضالة منهم من تشبث ببعض الآيات ونظر بعين عوراء، والآخرون أيضا نظروا بعين أخرى عوراء. فالقدرية تمسكوا بقول الله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى، وتمسكوا بقول الله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فقالوا: لا مدخل، الله جل وعلا لا يتدخل في هداية العبد ولا في إضلال العبد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية ففرحوا جدا بقول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قالوا: كل تحت إرادة الله جل في علاه، سواء الضال والمهتدي، الكل ينفذ إرادة الله جل في علاه. فلما قالوا ذلك علمنا من الطائفتين، طائفة جبرية وطائفة قدرية. وأما أهل السنة والجماعة، كل من هذه الطائفات من الطائفتين ينظر بعين عوراء. فأما أهل السنة والجماعة فنظرهم إلى ذلك بعينين جميلتين، فنظروا في الأولى فقالوا: فألهمها فجورها وتقواها، ونظروا في الثانية فاستحبوا العمى على الهدى، ونظروا فوجدوا أن الله جل في علاه قد أثبت الكسب للعباد. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند الله. وفي الآية الأخرى قال: قل هو من عند أنفسكم. فقالوا: إذن الله تعالى قد أثبت لنفسه الإضلال والهداية، وأثبت للعبد أيضا أنه ضل واهتدى، وأثبت للعبد أنه ضل واهتدى. فالأخذ بطرف من طرفي الآيتين ضلال، والحق أنك تدور مع آيات الله جل في علاه ومع مراد الله في كل جزئية من جزئيات القرآن.
فالجمع بين هذه وتلك نقول نعم الله هو الذي أضل وهو الذي هدى، والعبد أيضا ضل واهتدى. فيكون هنا النسبة، أن نقول نسبة هذا الأمر لله جل في علاه خلقا وإيجادا. فالإضلال والهداية بيد الله، تنسب لله جل في علاه خلقا وإيجادا، والضلال والهدى ينسب للعبد فعلا واكتسابا. إذن الزنا خلقه الله ولا ما خلقه؟ قدره الله ولا ما قدره؟ يبقى إذن ينسب لله جل وعلا خلقا وإيش؟ وإيجادا، صحيح؟ وأما زيد أو عمرو الذي حشاكم وحشانا ونسأل الله أن يحفظنا يحفظكم من ذلك، زيد أو عمرو الذي فعل ذلك، هل نقول أنه لم يفعل والله الذي فعل، ولا هو الذي فعل؟ زيد هو الذي زنى، ولذلك زيد الذي يرجم إذا كان ثيبا إن زنى، صحيح ولا لا؟ وهو الذي يجلد إن زنى. فيبقى إذن النسبة سهلة جدا، نثبت الآيتين، نثبت قول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، ونثبت قول الله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. والنسبة أن الله تعالى نسبتها لله جل وعلا خلقا وإيجادا، ونسبتها للعبد الفاعل فعلا واكتسابا، فعلا واكتسابا. ويقرب ذلك من ذهن العبد بأن تفهم وتعقل عن الله أنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن قال ما تشاءون فنسب المشيئة لكم، فلكم مشيئة وإرادة ولكم فعل، وهذا فعل اكتساب منكم. وقال عن نفسي إلا أن يشاء الله، فكأنه يقول لكم مشيئة، وهي المشيئة حقا تنسب لكم لكنها غير مستقلة، هي تابعة لمن؟ لمشيئة الله جل في علاه. يبقى إذن لا إشكال في الآية، لا مفهوم؟ إذن لا إشكال لما يقول فألهمها فجورها وتقواها، نعم خلقا وإيجادا. ولما يقول فاستحبوا العمى على الهدى، هذا حقا من فعلهم، لأن الله جل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاستحبوا العمى على الهدى، فكان النتيجة بأنهم قد يعني أضلهم الله جل في علاه على علم. ولذلك لما حدثت المناظرة التي قد سردناها قبل ذلك، هذه المناظرة التي حدثت بين أبي إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي، المعتزلي هنا عبد الجبار المعتزلي هو قدري يقول بأن الأفعال تنسب للعبد لا تنسب للرب، مفهوم؟ فهو بيقول نعم نظر إلى أبي إسحاق الإسرائيلي كما قلنا قبل ذلك أنه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حق، لكن هو إيش يقصد؟ يقول سبحان من تنزه عن الزنا والسرقة والقصد، هذا لا يمكن أن يكون الله تعالى خلقه ولا أراده، هم خلطوا بين إيش؟ بين الإرادتين، يعني جعلوا المشيئة هي المحبة، وهذا فارق بعيد بين هذا. سمحوني لو استعجم الأمر على الإخوة الجدد، لكن هو كلام مع طلبة العلم، فهم فاهمين ما يقال. فالإشكال أنهم خلطوا بين المشيئة وبين المحبة، خلطوا بين المشيئة وبين المحبة. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني السرقة والزنا والقصد، مش ممكن يكون الله تعالى خلق ذلك ولا أراده. فقال له أبو إسحاق الإسرائيلي كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. ما أنت لو قلت الآن زيد لما زنى جبرا على الله جل في علاه، ما أراد الله زناه، ثم مع ذلك يكون جبر الله على شيء والله جل لا يريده، والله جل في علاه الكون كونه والخلق خلقه، ولا شيء يتحرك ولا يسكن إلا به سبحانه جل في علاه. كان الأفقه فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار المعتزري أتراه يخلقه ويعاقبني عليه، كأنه يقول سأتنزل معك، بأن في الكون الزنا والسرقة هذا من خلق من؟ من خلق الله. فقال له إذن أنت تقر معي أنه خلقه، وزيد الذي زنى بعدما خلق فيه ذلك يعاقبه عليه، أليس هذا ظلما؟ هو يريد الشيطان يلعب في رأسه، بيقول يعني إذن أنا أتنزل معك، خلق الله الزنا والسرقة وكما تقول أنت، فتراه يخلقه ثم يعاقبني أنا عليه، فكلام شيطان، ولو وقفت معه يمكن يلبس عليك. لكن انظر إلى الرد، قال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه، يبقى ما يستحق أن يكون ربك، لو أنت تفعل شيء جابرا ربك عليه يبقى لا يستحق أن يكون رب، لأن المغالبة تثبت الربوبية. أما قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ليش؟ لأن لها مقدمات، المقدمة الأولى هما قل إلهان للكون، فلا بد من إيش؟
من المغالبة. أنت في طبيعتك البشرية تريد أن تتقدم على البشر أجمع، لا تريد أحد ينافسك ولا ينازعك في مكانة أنت فيها. لذلك قال الله جل في علاه: قل لو كان معه آلهة إذا لابتغى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لابد من المغالبة. فقال هنا المغالبة إما أن يغلب، أن يغلب الأول الآخر، أو يغلب الآخر الأول، أو لا يستطيع المغالبة، لا هذا يغلب ولا هذا يغلب. فقال أولا إذا قلنا غلب الأول الآخر فالأول هو الرب والآخر ليس برب، هذه المقدمة صحيحة، لأن المغلوب لا يكون ربا بحال من الأحوال. طيب، أو أن نقول لا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب لابد الدنيا أن تكون ها على فساد لا تستقيم، لأن رب الشمس سيقول لن تخرج اليوم، لن تشرق اليوم، ورب القمر يقول لا قمر ولا ليل، صحيح ولا لا؟ فإذا قال علماؤنا بأنه بهذا يكون المقدمات تصل إلى نتيجة واحدة، النتيجة الواحدة الله الغالب. فإن كان هو الغالب والكل مغلوب إذا الانفراد يدل على توحيد الإلهية. هذا بالنسبة للكلام على أبي إسحاق. قال له: أتراك تفعله جبرا عليه، أنت تجبر الله على شيء إذا لا يستحق أن يكون ربا، فلا بد أن ينزل ويقول لا أجبر ربي على شيء. ثم يعني انتقل، هو بهد في هذا، انتقل فقال له: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بقولك الردى أتراه أحسن إلي أم أساء؟ أنت تقول هو دعاني إلى الهدى، لأن الله جل في علاه قال: ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: أتراه يدعاني إلى الهدى وقضى علي الردى أتراه بهذا قد أحسن أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه الاهتداء، إن كان الذي منعك منه ملكا لك أو ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففض، وإن منعك فعد. أنت لا تملك شيئا، الملك كله لمن؟ لله. ولذلك قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأيضا كفبهت الذي كفر، فجاء أو الذي ضل حتى لا نصل إلى الدرجة بتكفيره عينا. وأيضا القصة الأخرى التي جاء فيها أعرابي إلى عمرو بن عبيد، وهو أيضا جلد في الاعتزال، إلى عمرو بن عبيد فقال له: أدعو الله لي أن يرد علي ناقته، ناقة سرقت، فقال: أدعو الله. وجد الرجل يجلس مجلس التحديث وهو يعلم الناس، إذن هو شيخ وله قرب من الله جل وعلا، قال: أدعو الله أن يرد علي ناقته. فقام عمرو بن عبيد على عقيدته الخربة، هو يعتقد بأن الزنا أو السرقة أو غير ذلك ليست من فعل الله. فقال له الله، فقام فدعا فقال: اللهم إن ناقته قد سرقت بغير إرادتك، اللهم ردها فإيه فردها عليه. قال: اللهم إنك تعلم أنها سرقت بغير إرادتك فردها عليه. فقام العربي قال: حل عنا أيها المجنون، أو كلمة مثل ذلك. فقال له: أتراه قد سرقت بغير إرادتك، يريد أن يردها فلا ترد؟ إذا كان ما سرقت بغير إرادته فعندما يريد لا يصعب عليه رجعته. فقال: أنت مجنون، كيف تقول أن هذا يكون ربا إن كان في الكون ما يكون من غير مشيئته؟ وأيضا القصة الثالثة تثبت نبذ هذا الفكر السقيم، لما دخل الرجل على امرأته وجدها، وجد عليها رجلا آخر يزني بها، فلما دخل فأخذ السيف في غيرة العرب، فأخذ السيف يقتله، فقال: إليك عني أو على رويدك على رسلك، والله ما فعلت ذلك إلا إيه؟ إلا بقدر الله. هذا على النقيض الآخر اللي هم الجبرية، يعني هؤلاء القدرية يعني أتوا بكلام عجب لما قال له إنها سرقت بغير إرادتك، وفي الكون شيء إلا والله جل وعلا أراده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد يعني كتبه عليك. الغرض المقصود هذا الضلال الأول. أما الفرقة الثانية التي نظرت بعين عوراء أيضا الجبرية، هي التي ترى ما في الكون من شيء إلا بفعل الله جل في علاه، حتى الزنا والسرقة وغير ذلك من الفواحش. لذلك لما دخل الرجل على امرأته فورد عليها رجلا، فقال لها، فأخذ السيف يريد أن يقتل هذا الذي عليها يزني بها، فقال له الرجل: مهلا والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. فقال: آمنت بالله، وترك الرجل يكمل مشواره على مراته وجاره بيشهد، يعني مسألة أعوص مما تكون.
فالغرض المقصود لما رأت المرأة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.